اكتر. لا والله العظيم انا عارف. على فكره انا اللي صممت لبس الترنج ده، قلت لها هاتي ترنج، قالت لا 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 بلا. قلت لها انا زيي زيهم هتمرن معاهم يا ميري، انا هتمرن معاهم. ايوه ايوه عادي، وحكى لي على كل حاجه وقال لي انك ما كنتش عايز تلبس التنين ده خالص. يا في التنين يا ابن في التنين لما اشوفه. ايه ده، هو احنا عندنا فرح في الاوتيل ولا ايه؟ آه إنك يا أميرة، كنت أظنك أميرة لكني وجدتك شريرة، أي سوبات إيرة. لو تسمحي لي يا مس أشعر بمس، وعايز استراحة بعد إذن. مفيش استراحة غير بعد التدريب. خلاص المس راح يا جماعة، كوباية مية الراجل هيروح مني. أيوة أنا هروح هروح. تعالى هنا. نعم. أنت رايح فين؟ عليك، أنا سايب التلفزيون على النار فهطفي على الكاتل وأجيب المية وأجي. خمس عيدة. تعالى هنا. حاضر. هوب هوب. برافو ميرا، احسن. برافو، كان نفسي من زمان اضرب الاوتيل كله. احسن. ايو ايو ايه او ايه او تتربت. ايه يا ابني ده؟ ده تدريب راكس. ايه او ايه او او باي. ايه تعباني. اها. انا ترابيزي شد عليا، انا هروح اريح يا شويه. يا ابني مش كده مش كده، المفروض تعمل تدريبات رياضيه. صح، تدريبات رياضيه. حاضر. فينه الدمبل؟ فينه يا ابني بتاعت هشام عباس دي؟ صحيح، مش هتصرف هتصرف هتصرف. ايو 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 ايه او ايو تربت دا دا. انت رايحين فين؟ انا؟ انا؟ ايوه. رايحين على فين يا حلوين؟ هفطر واخد حجرين شيشه وارجع لك على طول. هو في حد في الدنيا بيفطر قبل التدريب؟ الحقيقة أنا بشايش قبل التدريب. مفيش شيشة، الشيشة دي تنساها خالص مدى حياتك. لا هي صح، هي صح يا فارس، برافو عليك يا ميرا. كده بطنك تقلي بسمع الكلام. أنا هروح المطعم أقفله خالص، ممنوع الأكل قبل التمرين. خدني معاك. تعالى هنا، تعالى. اطمنوا، المطعم مقفول. لا يا شيخ. المفروض الفطار من ساعة. ما أنا اتفقت مع الشيف يأجل الفطار بعد التدريب. يعني الشيف نايم دلوقتي؟ لا، إزاي؟ بيلبس وجاي يتدرب معانا. هو كمان؟ عاوزة إيه؟ ضغط. عايزة جهاز ضغط؟ لا لا لا، عايزاكوا تعملوا ده. انا ما عملتهاش وانا صغير، هعملها دلوقتي. يا نهار ابيض، بجد انت عملت كده؟ طب انت هتعمل دلوقتي ضغط عشان تكفر عن غلطتك بسيطة دي يعني؟ ماشي حالك، الجواز كده هتعصلك. ها، طب هعمل اتنين تلاتة. 100 ضغط. ايه 100؟ واللي هيغلط هيعيد من الاول. طب يلا. واحد اتنين. ضغط هوائي، ضغط. 1 17 2 35 3 ضغط يا ابني، ضغط مش كده. 97 كتير عليا قوي بجد. تمام يا فندم. انا اعمل 100 ضغط في 5 دقايق. لا ويا ريتك عملتهم صح يا فارس. بقول لك ايه، يا ميرا دي حد مسلطها علينا. معلش يا فارس. هي مش فاهمة انها بتحرك تروس مصدية في مكنة عطلانة عطلانة ياما. امال هعمل ايه بقى بعد الجواز؟ ده لو عشت لحد ما تتجوز. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا زهدي؟ شيطان شيطان يا استاذ غلاب. انت ما شفتش ميرة عزقتنا قد ايه؟ وانا عارف ان الشيطان شاطر. عمال اقول لها يا ولية يا ولية عندي ديسك. قالت لي لا مش مصدقاك، هات لي شهاده صحيه. شهاده صحيه ليه؟ طالع عمره مقبوله ان شاء الله يا استاذ زهدي. الف مبروك الف مبروك يا حبيبي العظيم، فرحت لك. وايه ده، في واحد حرام من هنا؟ حرام ايه؟ في واحد بتاع بخور واقف على البيت. عود قصدك؟ عود بحبه جدا. تبقى هات لي حبيتين منه لما اجيب لك. الله، انتوا مش عايزين جلاليب؟ لا، في طواقي. طواقي ايه ونيله ايه؟ لا انا مش قصدي، انا قصدي واي كان طالع عمره يعني. بس ايه ده، مين اللي ركب لك الرقبه دي؟ دكتور البهايم اللي قاعد جوه ده ركبها لي وقال لي هتشوف بيها هتشوف بيها. أمجد؟ هو لسه عايش؟ لسه عايش، بس عمال يشحر في العياده. هيموت. بقول لك ايه يا فارس، ده مش اخر واحد هيبقى ضحيه ويشحر زي ما قال كده. على فكره لو ما لحقتش تتجوز ميرا والله هتفنشنا كلنا. اتجوزها اتجوزها يا اخويا، وابعد عن الفندق. اقول لك روح الصاله المغطاه او استاد القاهره. حلو قوي موضوع الصاله المغطاه. بقول لك يا زهدي، وانا بلاش تحزق قوي كده عشان ممكن تفك منها. يا نهار اسود، هي ممكن تفك؟ تفك طبعا. الله، مش امجد اللي مركبها لك، فالص وهتفك. فالص وهتفك؟ صدقني. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ابقى مقصوف الرقبه؟ لا ده انا ابلغ عنكم وافضحكم والله العظيم. ماشي ماشي ماشي. ايه ده؟ اعوذ بالله. ايه ده؟ ايه في؟ لا ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده معلش.
ايه؟ اشمعنى انت اللي ما حصلكش حاجه؟ لا انا غيركم خالص، انا راجل عود رياضي. بقول لك يا غلاب، يا تجوزني ميرا دي بعد خمس دقايق، يا تشوف لي اي واحده في العماره عندك بقى. وقعت العماره وقعت. لا لا، لو وقعت شوف له اي عروسه من الحي. العماره دي فين؟ العماره دي في المانيال. خلاص يبقى حي المانيال. انت واقف ليه؟ انا عايز اكلم حي المانيال. روح اتنايل. ما كانش يومك يا غلاب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. الحمد لله على ايه؟ الحمد لله ان انت ماشيه. انا تعبت خالص، انا خسيت، انا ما كنتش كده الاول. طب احمد ربنا. ده 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 انت رايحه فين؟ رايحه ابو ظبي، جالي عقد عمل هناك في كليه التربيه الرياضيه. ابو ظبي؟ طب وانا وجوازنا؟ ما تقلقش يا حبيبي، هم 3 سنين بالكتير قوي وهرجع لك. 3 سنين؟ مالك محسساني انهم 3 ايام حبيبي؟ دي حاجه بسيطه قوي عشان تبقى فت. ما انا برضو ما ينفعش اقول يعني التلامذه بتوعي في الكليه ان انا متجوزه واحد مكسح بالشكل ده. ترضاها لي؟ طيب ما انت اللي كسحتيني، انا كنت كويس. انا مش كنت كويس يا ابني؟ كنت زي الفل والله يا مستر فارس. حاجه بسيطه 3 سنين بس، وانت بسرعه حصلني على العربيه. يا ابني ايه اللي جرى لنا ده؟ انت كويس؟ والله الحمد لله تمام. وايه اللي انت لابسه ده؟ سبورتس وير. طب شوفها بقى رايحه وير. بعد اذنك استفدت. سلام. الو كابتن سيد عبد الحفيظ، انا مش حاجه العب معاكم الماتش لمده سنه. سلام. تعالى نعترف اننا فشلنا، يظهر ان ربنا مش رايد لك اتجوز جوازه نص لبه. تمام عندك حق، بس احنا ما عندناش حل تاني. حبيبي الاوتيل مش هتلحق. خلاص ههرب قبل ما الضرايب تحجز عليا. هاي كان غيرك اشطر، هيجيبوك من تحت تقطيع الارض. ولو اني مش فاهم يعني ايه تقطيع الارض، انت عايز مني ايه يا غلاب؟ عايزني انتحر؟ لا لا لا، بتنتحر ليه؟ احنا دلوقتي مش قدامنا غير الكارت الاخير. كارت ايه؟ حبيبتك اللي هتموت وعايزه تتجوزك. فريده؟ اه فريده. وفي غيرها؟ ما دام يا فارس مش عارفين نجوزك من بره الاوتيل، نجوزك من جوه الاوتيل، واهو يبقى زيتنا في دقيقنا واكتفاء ذاتي. قلت لك 1000 مرة يا غلاب، ما ينفعش اتجوزها. بس ما قلتليش ليه؟ من غير ليه يا اخي؟ مش بحبها، مش طايقها. فارس انت مش هتعرف تخبي عليا كتير. اخبي ايه؟ السبب اللي مخليك مش عايز تتجوز فريد مع انها هتحل لنا كل مشاكلنا وهتخليني كمان اخد الحموله بتاعتي. ايه يا فارس؟ مفيش سبب غير اللي قلته لك. عن اذنك. الله الله الله، خلاص اتجرأنا بنقول عن اذنك. انا يتقال لي عن اذنك؟ ماشي يا فارس، يا خبر بفلوس بكره هيبقى ببلاش. ماشي يا ابن قنديل. حبني يبقى واخد باله من كل تفصيله موجوده في الريسبشن. في ريحه؟ مفيش ريحه. مهم، منورنا. دي متلازمه غريبه على فكره. اه ليها دلالات. على ايه يا فندم؟ ادهم انت بقالك فتره متغير كده. حصل يا دكتور. تصرفاتك حصل، سلوكك حصل، مشاعرك حصل. بس انت عرفت منين يا دكتور؟ في حاجه يا دكتور؟ لا ماشي، عندي متلازمه برضه. على فكره كل الناس في الاوتيل ده فاهميني غلط. ازاي يا دكتور؟ معتقدين ان انا دكتور باطنه. امال حضرتك ايه؟ انا دكتور باطنه وقلب. قلب. يا فاهمني يا فاهمني يا دكتور يا جامد. قلب. قلب. طب وانت بقى ايه رايك؟ اعمل ايه؟ في ايه؟ لا مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. هو حضرتك جاي ليه اصلا؟ انت جاي ليه يا دكتور؟ عايز ايه؟ بص يا سيدي، انا قبل ما اجي اشتغل في الاوتيل ده كنت بوظف في الجيم. بتوظف على ايه يا باشا؟ كنت بوظف في الجيم. بتوظف ازاي يعني؟ يعني بلعب في الجيم. يعني حضرتك كنت بتعمل ايه؟ شيب. شيب؟ ايوه. ايوه فندم. وكانت عندي كتله عضليه فظيعه. اكيد. اه مسميني بيج امجد. بيري ميج امجد. بس الحاجات دي بتروح مني. بتروح منك؟ اه. ازاي؟ كل ما اروح الجيم الاقيه مقفول. يا دكتور ما بيفتح من 9 وبيقفل 9. ياه، بيفتح ويقفل في نفس الساعه؟ دكتور امجد بيفتح 9 الصبح بيقفل 9 بالليل. يا راجل. اه. خبر عليا. بقول لك يا دكتور، كنت عايز اقول لك على حاجه. انت فيه بتبص على ايه؟ لا متلازمه عندي برضه. نفس الحكايه؟ دكتور وانا لو بحب واحده منك بتفهم في القلب، يعني ازاي اخليها تتحرك؟ في حاجه يا دكتور؟ لا ثواني. ايه اللي حصل؟ البيفيه فتح. الايه؟ البيفيه. البيفيه؟ اجيب لك حاجه من هناك؟ لا انا عايز بس حضرتك تقول لي بس معلومه. يا دكتور يا دكتور انا بس لي هنا.